من يرفع يده يرفع رسالة
Yeah.
آمين.
Thank you.
فنزل نوح عليه
ونحن نحتفل بأفراح القيامة والصعود، وإن احتفلنا بهذا التقديس العظيم الجميل، شاء الله أن نحتفل بالأعياد بتاعته دايما فريحين. عيد ميلاد حبيبي طبعا عطوبة الذكرى المتين في الميلاد والختاني، ولابد يتسلط لحم فرايحك. عيد دراسته وتأسيس الكنيسة على اسمه يأتي في 16 شمس، وغالبا ما يأتي في 50 المقدسة، ويصلى أيضا بلحم فرايحك. هو شخصية مفرحة متميزة، شخصية جامعة شاملة، يجمع من الصفات ما ينظر أن تجتمع هذه الصفات في شخص واحد، فهو الحبيب وهو ابن الرعب أيضا. فهو الوديع الهادئ والنادي. لما ربنا دخل في بعض من السامرة ورب القلوب، وانفعل وقال لك تنزل نار كبرى، تنزل نار من السماء وإيه؟ كان هو وقود. فعشان كده سمناه موانا ابني الرعب. هو النبوي البارع الذي كشف الله له كل الأسرار في الأمور اللاهوتية أو اللاهوت الحقيقي. هو بيفتكر اللاهوت الحقيقي إن هو بيتدارس وبس، كل اللي يبدو اللاهوت بالدراسة ممكن يحققه في كتير، لكن الإنسان اللاهوت الحقيقي اللي بيكون له علاقة ومحبة قوية مع ربنا ينطبق عليه القول اللي يقول الذي يحبني مسر له ذلك. ربنا هو اللي يكشف الأسرار. أسرار اللاهوت. وعشان كده من العجيب الجميل إن كل الأمور اللاهوتية العميقة تكلم عنها القديس يوحنا ببساطة. إن بعض اللاهوتيين لما يجوا يتكلمون عن الأمور اللاهوتية يعقدوا الناس، يبدأوا يستخدموا لغة معقدة ومصطلحات صعبة، يخلوا الناس يقولوا إيه ده، إحنا مش هنقدر نفهم الحاجات دي ومش هنقدر نتعلمها. يقبلوا على التعلم مثل هذه العلوم. لكن القديس يوحنا حينما تكلم عن الامور اللاهوتيه تكلم عنها ببساطه معجزيه، لدرجه انها تعجبه. لما يحب يعلمه حد اللغه اليونانيه فيخلوه يرى إنجيل يوحنا وفي كلام القديس يوحنا. تعرفوا بالضبط زي ما نيجي نعلم الأولاد الصغيرين القراءة والكتابة سواء في اللغة العربية أو في اللغة الإنجليزية أو أي لغة، يتم اختيار الأمم البسيطة مش معقدة. كلكم فاكرين الحاجات اللي في المدرسة، أمم بسيطة أوي مفيهاش تعقيدات. هكذا أيضا
وكان الكلم الله وكان الله هو الكلم. من الناحية اللغوية في منتهى البساطة، لكن من الناحية الروحية من أول جملة قالنا أن الكلمة هو الله، والكلمة صار جسد وحل بيننا. يبقى مين اللي صار جسدا؟ الله. كلام بسيط استخدمه، لان زي ما قلت لكم معرفتي الروحية كانت عن كشف كمال الهي له، لان هو قال كده الذي يحبه اظهر له ذلك. تبدل قديس يوحنا بس لوحدها غنية بكل التعليم اللاهوتية والأعمال المسيحية الكبرى. طبعا احنا بنقوم بالكتاب المقدس كله، ما نقدرش نستغنى عن حاجة، لكن في غنى كتير في كتابات القديس يوحنا، لدرجة إننا ممكن من قديس يوحنا وحده نثبت ونشرح كل العقائد المسيحية الكبرى. التجسد، الكلمة صار جسدا، دي أي واحد من حاجات كتير. الثالوث الحكومة التي تسمعهم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس والروح، قال والثلاثة هم واحد. أنا والآب واحد. ببساطة لاهوت المسيح والكلمة هو الله. أنا والآب واحد، من رآني فقد رأى الآب. الحياة الأخرى تجسد الثالوث روح المسيح، الحياة الأخرى كل سفر الرؤيا يدور عن الحياة الأخرى. الشفاعة ده هو النظر الأول المعجزة عملها السيد المسيح كانت بشفاعة الست العذراء. الأسرار السبعة المعبودية، إن كان أحد لا يملك الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. سر المسحة، أما أنتم فلقى المسحة التي أخذتموها هي تعلمكم، أو لكم مسحة من القدس تعلمكم كل شيء، كتب رسالته ربما النص زي ما قلت لكم المعنى بقوله. سر الزيجة عرس قانا الجليل، ما زلنا في سر الزيجة يا مبارك عرس قانا الجليل، تقدر تتكرر كتير. سر الكهنوت اختيار التلاميذ ونفقوا وهم الغار الله وخطاياهم وتسلمهم من الاسرار. ايه هذا الزمان؟ سر الافخارستيه ده في يوحنا 6 شرح كل حاجه، ان جسدي هو مدخل الحق، دمي هو مشرب الحق، أنا هو القدس الحي الذي نزل من السماء. ده حتى فيه مش اللاهوت العظيم وبس، ده اللاهوت المقارن كمان لغاية القديس يوحنا. كتير من الأخوات والأخوات الأخرى يركزوا أهم حاجة المحبة، المحبة المحبة، سيبكم من الإيه؟ من الأمور الكبرى دهي. وهو نفسه يقول نحن انتقلنا من الموت إلى الحياة
التحدث والثقافة وراء الناس، ولكن رغم ذلك يقول إن أحد بغير هذا التعليم لا تقبلوه وتقولون له ولا تسلموا عليه ولا تقولوا له سلام. الناس اللي بيقولوا أنا سقطت وخلاص خلصنا واحنا خلاص 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 ما نقولش على نفسنا لا خطاه ولا محتاجين للقوه ولا جهاد ولا ولا ولا. في ناس تقول كده. طب اسمي حاجه انا فاهم انظروا الى انفسكم لعل المضيع ما عملناه بل ندى نظرا تاما. انظروا الى انفسكم لعل المضيع ما عملناه، يعني ممكن الواحد ايه كل الحاجات اللي عملها مضيع عليه بل ندى نظرا تاما. اتكلم عن سر التوبه والاعتراف، ان اعترفنا بخطايانا فهو نقيم عادل حتى يغفر لنا خطايانا، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل ايه؟ من كل اسم. شخصيه جميله. في المحبه العمليه اللي اول ناس اللي بتحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، مش الايمان بس، الايمان العامل بالمحبه. كان لو واحد كان لاحظ معيشه هذا العالم ونظر اخرى محتاجه واغمض احشائه عنه، لهذا تزول محبه الله نموذج فريد جميل. هذا التقييد جميل في شخصه وجميل في تعاليمه. في تكامل، في شبع. المسيحيين ولا سيما الأطفال المصريين لهم اعتزاز كبير بالقديس يوحنا وبالكتابات. كان زمان في ركنة في الأغاني كان عندهم في المدارس في الكنائس كتاتيب يسموه الكتاب أو مدارس ملحقة بالكنائس، كان يهتموا يحفظوا أولادهم وهم صغيرين حاجتين مهمين، والكلام ده بنقوله عشان الأنشطة الصيفية. يا ريت نركز نخصص ولادنا الحاجات ده هي اللي بنقولها ونعمل ربنا هنبدأ نشاط جديد. خدنا فكرته من أمريكا اسمه السمر كام، وفترة فصل الصيف الأجازة بدل ما ولادنا يعني من الناس اللي بتشتغل ولادها بيبقوا زيين كده بيقضوا وقت يعني على الفاضي زي مدين كذا يوم في الاسبوع يقضوا رجالا بيتسبسبوا مقابل ما هيدفعوا ثمن الايه؟ ان هيجيب ناس تعلمهم كويس سواء امور دينيه أو ثقافية زي الموسيقى والفن وغيره، وحتى الرياضة، يعني من أنواع كثيرة بناها تلك شخصية ولادنا، لأن لها صفة خاصة متميزة في كنيسة المدينة البابا بطرس، لكن نتمنى أن كل الكنائس يبقى فيها هذا النشاط. فيا ريت نعمل زي شفنا زمان، كان يحفظني يهتم يحفظوا اولادهم ايه؟ انجيل يوحنا والمزامير. انجيل يوحنا والمزامير. وسهل الحفظ. مرة زمان وانا حاولت احفظه واحفظ الرسائل. قعدت احفظ شوية بس بصراحة ما كملتش يعني. لكن حلوة وجميلة. من المحفظة. نجيب حنا وكذا
هذا القديس ذو شفاعة قوية، لأن بركات كثيرة جدا يكفي من خروج بيت لأنه التلميذ الذي كان يسوع يحبه. هو التلميذ الذي كان يسوع يحبه. مرة كنت في البيت وكنت بشرح في بعض الحالات كده ويجي يزور البيت، فحد وجهني سؤال قال لي: هو ليه ربنا يسوع المسيح كان بيحب يوحنا؟ هو ربنا عنده محاباة؟ اشمعنى كان بيحب يوحنا؟ قلت له: عشان هو يتحب، هو بيحب عشان هو ايه؟ يتحب، مش عشان ربنا عنده محاباة. في ناس بتتحب. كان مرة في أرض شرق البرية كان له تلاميذ، وكان في تلميذ منهم على ما أتذكر اسمه مرقس، فأبوه كان بيحبه أوي لدرجة لقيت إخواته بتلفهم كبيرة وراحوا اشتكوا للشيوخ الكبار، قالوا لهم: أبونا بيميز أبونا مرقس عننا. فالآباء الشيوخ الكبار ما انبسطوش من الكلام ده، فراحوا لأبوه الشيخ الكبير ظهور وقالوا له: إحنا لينا عتاب عليك، مش من عادتنا في البرية إن إحنا نميز بين أولادنا وبعضينا، ليه أنت بتميز مرقس عن مين؟ بيت إخواته. قال لهم: رب تعالوا معايا، رحوا معايا. خطط على كل أهل الآية بتاعت واحد فيهم، يا أبونا فلان أغاني بقى، قال له: أنا عايز أبقى. قال له: حاضر يا ابني، جاي وراك. راح للتاني والتالت لكذا واحد، وكلهم تبطل في القلوب، وفي الآخر راح عند مرقس. خبط عليه ألاقي ابن مرقس: أنا عايز أتقرب. فبص لأبي تحت الفرج ليه؟ وكانت الحقوق الشيوخ مرضيين. فالآباء الشيوخ دخلوا عشان يعرفوا كان بيعمل ايه، قالوا: ما يجوز البهيمة مشغولين بحاجة وهو بالصدفة طاقة ما بيعملش حاجة. فدخل الشيوخ قالوا له: أنت قاعد بتعمل إيه؟ لو قلت ينصب كتاب بيده، فلما قلنا ذلك كان بدأ كتاب الكلمة ما كملهاش، بدأ تكتب الكلمة ما انتظرش انه ايه يكمل الصفحة ناقصة، وجيت بسرعة يشوف هو عايز ايه. ما أسهل المتناول كمل ايه الكلمة ده.
فربنا يسوع المسيح كان قيل انه التلميذ الذي كان يسوع يحبه انه فعلا كان يتحب. تجلى الصفات الجميله وقت الشده. احنا كلنا عارفين ان الجبال معالي الناس انت مش وقت الراحه والغلط، لا وقت الشده. عشان كده بتكبر الامثال يقولوا بطل خير في الشده يا ابن ميتين ده منا الشده بتكشف. وهنا ظهر شخصيه القديس محمد الحبيب وقت الشده، وقت ما انقبض على السيد المسيح له المجد وثيقة إلى ابن حاتم وصلنا الكل هرب، كل التلاميذ هربوا فيما عدا يوحنا. بعض الناس يحاولوا يبرروا يقولوا راح معاه للمحاكمة لأن كان معروف، كان من أسرة أثرية ومعروف عن رئيس الكهنة فدخلوه، لكن بقية التلاميذ كانوا غلايا، لكن المعلم رد عليهم وقال لهم طب أخويا يعقوب كان أخوه أكبر منه وله نفس المكانة والوضع الاجتماعي، ليه ما دخلش؟ انه كان اكثر حبا واكثر اخلاصا واكثر وفاء، فاستحق المكافاه الكبيره لربنا يسوع المسيح حتى تدعو على الصليب. قالوا له اياه يحبنا ووزن امه هي الله ووزن ابنه. الحديث عن هذا التقديس كثير. انا نفسي نتبع بعد كده كل مره نمسك تعليم من تعليمه ونشرحه شويه ونتامل فيه، لان في حاجات ذكرها لم تذكر في باقي البشائر الاربعه ولا الرسائل. ذو تعليم تميز فيها دليل السلسلة نقولها، وإن كان أحيانا بتكلم عن الحكاية دي ممكن المحاولين بيتغيروا، لكن ممكن قبل كده اتكلمنا عن كذا حالة تميز فيها تعليم القديس محمد، ممكن نستخدمها في مرات قادمة، لكن هي شخصية جميلة شاملة عظيمة. احنا لما بنحتفل بيه نتأمل سيرته ونتبارك فيها، نتخذ نموذج نحتذي فيه ونطلب شفاعة ومعونه. فهو ذو دلة ذو مكانة، هو الوحيد قال له ربنا كان شويه صوته قال له ازاي يشفع لنا؟ قال له ازاي يشفع لنا؟ قال له ازاي يشفع لنا؟ وتتقال له القديس يوحنا تعمل اختبار للفرص والموجودين، تتقال له امتى؟ تتقال له قال له ازاي يشفع لنا؟ في المجمع فين؟ ايوه انا الان انا اليوم ايوه قول الحاجه الرابعه للكتاب مظبوط. الاساس فيها هي قلت بشيء ما يتطور شغل ويبقى سبس ما يبقى فيها سبيس ويتكلم نقطه من كل الرزه فيها هي كنا مش عارفين وبشيء ما يتطور شغل مليار 44000 من البلدين والمجهول الجديد، يعني ممكن مع الارقام الرابعه 144000 والبازون اللي فيه مقال له على بريس الدين. وهنا يتقدم الرسل في هذه الجنه وهذه المكانه
السؤالات التي تنبغي ان تتعامل مع انسانات ومهنه في المكان